الاهلي دايما على فريق الزمالك. النادي الاهلي اكيد طبعا ملوك الصالات في مختلف طبعا الالعاب اللي بتبقى في داخل الصالات، وخصوصا ايضا النهارده السيدات اللي قدروا يحققوا فوز كبير بالنتيجه 3-0 على فريق الزمالك. معايا في هذه اللحظات طبعا كابتن حمدي الصافي المدير الفني للنادي الاهلي. كابتن حمدي طبعا مبروك، فوز كبير وفوز مهم وايضا تاهل لمباراه نهائي الكاس مصر. الله يبارك فيك. في الاول طبعا بحيي كابتن هيثم وضيوفه وكابتن هاني وكابتن شريان وكابتن منى نجوم مصر. الحمد لله النهارده قدرنا ناخدوا خطوه مهمه نحو الاحتفاظ بكاس مصر. النهارده بنلعب فريق الزمالك، فريق جيد. الفرقه بتاعتنا طبعا بتمر بظروف صعبه اليومين دول، عندنا اصابات، عندنا آية يعني بتلعب وهي برضه مش سليمه 100%، عندنا فريده العسقلاني مصابه، وان شاء الله بس باذن الله هترجع على بطوله افريقيا. فالنهارده طبعا حبينا ان احنا نشارك بعض العناصر الشابه زي نور ياسين ودانا شوقي، اثبتوا جداره الحمد لله النهارده، بالاضافه لعناصر الخبره بتاعتنا نهله سامح والمحترفه طاي وايا الشامي برضه ادت اداء جيد جدا. الحقيقه طبعا احنا النهارده انا بلعب الماتشات ديت طبعا في ظل معسكر قوي واستعداد لبطوله افريقيا، فطبعا انا كنت لازم عندي حل من حلين، يا اريح اللعيبه عشان يؤدوا الطب يعني الاداء القوي جدا في مباراه كاس مصر، وده ما يهمنيش، انا عاوز المكسب اهم حاجه في كاس مصر، بس عاوز الاداء والمكسب في افريقيا. فطبعا انا في المعسكر معلي الحمل جدا على اللعيبه، وده باين على ادائهم النهارده، يعني بيأدوا بس مش القوه العظمى بتاعتهم. فان شاء الله باذن الله احنا مخططين في بنايه معسكرنا يوم الاثنين ان شاء الله ونروح على تونس، هتبقى اللعيبه ان شاء الله يعني ريحت والحمل نزل شويه وابتدوا يظهر المستوى العالي بتاعهم ان شاء الله. تقييمك بقى للمباراه واداء اللاعبات في المباراه النهارده شايفه ازاي، وخصوصا ان حضرتك ما عملتش تغييرات كتير في طبعا مجريات المباراه النهارده ما بين اللاعبين. الحقيقة طبعا مباراة الكؤوس ما بتحتاجش تغييرات كتير، انت محتاج الفوز اهم حاجة، فكنت حابب ان انا اثبت التشكيل بتاعي ويبقى التغييرات في اضيق الحدود. عملنا تغييرة نرمين المنشاوي ادت كويس جدا، عملنا تغييرة بتاعت دانا شاوي الناشئة عندنا صاعدة وادت اداء كويس. كل ماتش هنحاول نشرك مجموعة بحيث كل الناس قبل ما نروح تونس ان شاء الله تخش في جو المباريات. شايف مباريات كاس مصر خير اعداد لبطوله افريقيا اللي احنا نحاول من خلالها طبعا ان شاء الله نحافظ على البطوله دي؟ ان شاء الله طبعا هو اعداد كويس، ان انا في الفتره دي محتاج ماتش او ماتشين، الحمد لله يعني استغلنا فتره كاس مصر ديت ولعبنا الماتشين، بس برضه هي مش اعداد امثل، فانا بعوض في التدريبات، لازم اعلي في التدريبات يعني اقوى من كده، والعب الماتشات دي وانا تعبان عشان هناك اقدر لحواجه فرق قويه جدا وفرق بدنيا عاليه وفنيا عاليه، فلازم ابقى مستعد لها كويس يعني. بعد اللحظات هيكون في مباراه طبعا وادي دجله واصحاب الجياد، فقبل نهائي كاس مصر اللي هيفوز اكيد هيقابل النادي الاهلي. كابتن حمدي انت تتمنى مين اللي تقابله في النهائي، وادي دجله ولا اصحاب الجياد؟ والله الفرقتين كويسين، بس اعتقد وادي دجله يعني عندها خبره اكتر من اصحاب الجياد، واعتقد انه هيبقى نهائي مقرر للسنه اللي فاتت، لعبنا برضو وادي دجله السنه اللي فاتت في النهائي، وان شاء الله يبقى في الخير ونحقق نفس الفوز بتاع السنه اللي فاتت. توفيق دايما. شكرا.